السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويرجى منكم أو ننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة، عندكم رقمين للداخل من زاخل الفاو تقدرون تتصلون بينا بأي لحظة من لحظات البرنامج، رقمين للخارج الأخوة العراقيين اللي ساكنين دول المهجر، للشقاء العرب اللي موجودين من الخليج العربي وحتى المحيط وباقي دول العالم اللي يشاهدون الآن، يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني الرقمين الجوة، ونفس الرقمين الجوة اللي باديات ب0044 بصفهن إشارة واتساب، تقدرون بأي لحظة من لحظات البرنامج إذا ما قدرتوا تتصلون بنا تكتبوا لنا رسالة أتمنى تكون متبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدأ حلقة اليوم بسم الله بقضية الصراع السياسي المستمر. صراع سياسي مستمر بالعراق، أعلن اليوم رئيس مجلس النواب الحالي محمد حلبوسي تقديم استقالته إلى رئاسة أو من رئاسة مجلس النواب، وطلب من المجلس التصويت على الاستقالة بجلسة يوم الأربعاء المقبل. بحسب وثيقة صادرة من رئاسة المجلس تناقلها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه مجلس النواب راح يعقد جلسته الرابعة يوم الأربعاء المقبل، وتتضمن الجلسة وفق الوثيقة التصويت على استقالة حلبوسي من منصبه وانتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلفا لحاكم الزامل المستقيل، وما تتعدى الاستقالة بحسب مراقبين إلا كونها إجراء شكلي بمثابة إعادة منح الثقة للحلبوسي على خلفية المساومات السياسية اللي صارت بين قادة الكتل. فيما قال مصدر سياسي أنه استقالة حلبوسي جت بسبب تلقي تهديدات من جهة سياسية في حال مضى مع تحالف إدارة الدولة، الأمر الذي وضع الحلبوسي تحت الضغوط فاختار الاستقالة، وهذا أول موضوع ويانا اللي هو تقديم استقالة الحلبوسي، وهذا هو كتب جدول أعمال الجلسة يوم الأربعاء. مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام جدول أعمال الجلسة رقم 4 ليوم الأربعاء الموافق 28/9، أول بند بها هو بعد قراءة القرآن الكريم هو التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه، وثانيا انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلفا لحاكم الزاملي. تبدأ الجلسة الساعة 1 ظهرا رئاسة مجلس النواب. إذن هذا الكتاب اللي تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استقالة محمد حلبوسي. الأزمة بين شركاء العملية السياسية بالعراق تزداد تعقيد بعد إعلان قوى بالإطار التنسيقي الموالي لإيران عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم إدارة الدولة. بعض المراقبين قالوا أن هذا التحالف هدفه الوحيد هو إقصاء التيار الصدري من المشهد السياسي. مصادر متعددة قالت وبالإطار التنسيقي هي أن اتفاق تشكيل تحالف جديد باسم تحالف إدارة الدولة يجمع الإطار التنسيقي مع قوى سنية وكردية. خلونا نشوف هاي وثيقة مشتركة تم التوقيع عليها من قبل جميع الأطراف السياسية حصريا لقناة بالتواصل الاجتماعي. أولا تشكيل ائتلاف إدارة الدولة من 12 بند، عفوا الوثيقة من لحد الآن وصلنا إلى 20 بند. البنود مالتها هي إلغاء الوكالة وإلغاء قوانين مؤسسة أو تعديل قانون مؤسسة الشهداء، اتفاق على القضاء على الإرهاب، العمل على صناعة حكومة خدمية، العمل على دعم الحكومة لتطبيق البرنامج الذي تم الاطلاع عليه من قبل جميع الأطراف، نقاط كثيرة لصالح البلد والمواطن يطول سردها، اتفاق على منصب النائب الأول لمجلس النواب. 28 بند تحت ائتلاف إدارة الدولة. الناس لما شافت هاي الوثيقتين وعرفت بالائتلاف اللي سواه الإطار التنسيقي ويا قوى سنية وكردية واستقالة حلبوسي، علقت على الموضوع من منصة تويتر تغريدة من ناجي عسل: القراصنة يعلنون عن إبحار السفينة المختطفة إلى المجهول، هاشتاج ائتلاف إدارة الدولة. أما لينا البياتي: أبحرت السفينة بقيادة الدعوتشيين لخمط 100 مليار وقتل ما تبقى من العراقيين بسبايكر جديد وإسقاط محافظات جديدة بيد إيران الفاشية، هاشتاج ائتلاف إدارة الدولة.
أسامة العراقي يتحدثون عن أن السفينة قد أبحرت بالخير والحياة، ونسوا أن نفس السفينة قد أبحرت بال2005 ورست بساحل هذا البلد بنفس ربان السفينة ونفس الطاقم، وما جلبت غير الموت والفقر والفساد والمرض والحقد والكراهية، هاشتاغ ائتلاف إدارة الدولة. أما باسم الخزرجي، هاشتاغ ائتلاف إدارة الدولة المالكي، سفينة ائتلاف إدارة الدولة أبحرت. أي دولة التي تتحدث عنها؟ تلك التي سلمت نصفها لداعش وسرقت 55 مليار دولار وقتلت وهجرت أكثر من 4 ملايين عراقي من مدنهم. الزمن لن يعود إلى الوراء أيها الأرعن، ولو شم العراقيون رائحة عودتك الناتنة للسلطة فلن يعتقوك. إذن كانت هذه التغريدات حول الموضوع ائتلاف إدارة الدولة، وأيضا استقالة محمد الحلبوسي من منصب رئاسة مجلس النواب. صباح من بغداد، حياك الله. استاذ افهم، عليكم السلام ورحمه. طبعا احنا اللي يحكمنا من 2005 ولحد الان هي دوله القانون، ويحكمنا حزب الدعوه اللي كنا قبل من احنا صغار نعرفه حزب الدعوه العميل، واتضح بهاي 19 سنه. نعم. ان بالفعل ان حزب الدعوه عميل الى ايران، لان ربى في ايران ونشا في ايران، وكان بالضبط من الجيش العراقي بالحرب العراقية الإيرانية ل8 سنوات. فحزب الدعوة اللي شارك بالغوغاء بال90 وإلى والتفجير السفارة العراقية في لبنان، فتاريخه أسود. فهل 19 سنة جربنا بيها احنا كعراقيين هسه من وعينا للدنيا، شفنا انه حزب بدون اي انجازات. يعني هسه اذا اريد نذكر انجازات المالكي بفترة 8 سنوات، ماكو غير القتل والتهجير وتفشي المخدرات والتفجيرات اللي هم اساسا من الثمانينات متعودين عليها حزب الدعوه، فما عندهم اي انجاز يذكر في سبيل احنا نعطيهم فرصه ثانيه. يعني مثل انسحاب الصدريين، وايضا كان فيلم مفبرك مثل ما هسه محمد الحلبوسي جاي يقدمون للاطار والولائيين الحكومه والبرلمان على طبق من ذهب، يعني يعطوهم المجال الكامل في انشاء الدولة مالتهم هاي المزعومة وتشكيل الوزارة المرتقبة ويسموها سفينة النجاة. اي نجاة واحنا غرقانين بسبب سياسات حزب الدعوة، وبالتحديد حزب الدعوة، لان منصب رئيس الوزراء يعتبر سيادي وهو كل شيء بيده. الميزانيات اللي لا تحصى ولا تعد، يعني راح يصير 1600 مليار دولار من فترة حكم 2005 ولحد الآن، وينها؟ المفروض بيها هسه العراق أرقى دولة بالعالم، مو بالخليج أو بالشرق الأوسط. نعم. لكن حزب الدعوة كلها صرفها على حزب الله في لبنان، وعلى بشار الأسد، وعلى الإيرانيين وحصار الموجود والحصار الاقتصادي موجود على دولة إيران. نعم. يعني ما سووا فتشية، بالعكس أنشأهم هذا الحشد الميليشياوي اللي هو أصبح هو السلاح المنفلت، هو اللي يقتل، هو اللي يهجر، هو اللي جاي يتدخلون ملفات فساد على أراضي وعلى المياه وعلى كل شيء. يعني لا الأرض سلمت منهم، لا تحت الأرض، لا الناس، لا البشر، لا الأشجار، دمروا البنية التحتية حزب الدعوة. فشنو محمد الحلبوسي تريد تجربهم مثلا، أو تقول أنا مو شريك وياهم بالفترة السابقة؟ لو عرفت أن السفينة هاي راح تغرق. نعم. كل السياسيين يعرفون أن الفترة القادمة فترة صعبة على العالم كله بسبب الحرب روسيا وأوكرانيا والتحالفات الجديدة وإيران وانهيار إيران، وأيضا أن نعتبر أن السفينة هاي سفينة صناعتها إيرانية اللي يركبها. نعم. المالكي والوكيل مالته محمد السوداني، هذا واجهه محمد السوداني، لكن اللي راح يحكم إذا شكلت الدولة راح يحكمنا إحنا المالكي. المالكي وحزب الدعوة راح يرجعون نفس الطاسة ونفس الفترة السابقة اللي بس قتل ومخدرات وتهريب النفط، أما بناء مدرسة وتبليغ شارع وحياة كريمة للمواطن العراقي أو رواتب ماكو، كله صفر صفر. حزب الدعوة أجل لتخريب البلد. نعم. وهذا اللي شفناه إحنا، يعني مو الناس مو لهالحكم، مو لهالحكم، ناس عتاقة ودوارة. نعم. وهسه صار حزب الدعوة رئاسة الوزراء، ويا العتاقة هم كانوا مغوغاء بال91، ذولي غوغاء. خلي يجينا شيعي وطني شريف يحكم البلد احنا راضين، او كردي راضين، مسيحي عراقي راضين، بس لا ان يحكمنا حزب الدعوة الولائي الى ايران. شكرا لك اخ صباح. مشاهدينا الكرام، ملفنا الثاني نتابع به الاستعدادات للذكرى الثالثة لثورة تشرين.
أكدت مصادر صحفية أن ناشطين وزعوا منشورات ببغداد حثوا بها المواطنين على المشاركة بالتظاهرات بمناسبة اقتراب الذكرى السنوية الثالثة للثورة، وذلك ضمن استعدادات كبيرة مستمرة من أيام بمحافظات عدة للمشاركة بذكرى انطلاق الثورة ثورة تشرين، والمطالبة بإسقاط العملية السياسية برمتها. فيما أفاد مصدر أمني ببغداد أن القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد بالوقت اللي نشرت فيه العديد من الكتل الكونكريتية لقطع أو تقطيع أوصال المنطقة الخضراء بالتزامن مع قرب حلول الذكرى الثالثة للثورة. خلونا نشوف جانب من نشر هذه الكتل الكونكريتية في أزقة وشوارع العاصمة العراقية بغداد. الناس تستعد حتى تستذكر ثورة طلبوا بها وطن وطلبوا بها مطالب شعبية، والحكومة خايفة على كراسيها فقامت تتقطع بالصبات الكونكريتية اللي انشالت قبل فترة من الزمن. نروح للناصرية وأظهرت مقاطع مصورة تنظيم ثوار المدينة تظاهرة منددة بالعملية السياسية وفساد أحزابها وولائها، وردد ميليشياتها ولاء أحزابها وميليشياتها لإيران وأمريكا، وردد المتظاهرون بها هتافات تعبر عن استعدادهم للمشاركة في إحياء ذكرى الثورة في الأول من تشرين أول المقبل إن شاء الله. خلونا نشوف قبل ما نستعرض عليكم عدد من التغريدات على وسم موعد وطن اللي تصدر ترند العراق خلال الساعات الماضية. جانب من هتافات ثوار الناصرية في محافظة ذي قار واللي قالوا بها شعارهم الأول بثورة تشرين أنا على أبو إيران لأبو أمريكا، برفضهم إلى رضوخ البلد وسياسي البلد اللي هم باعوا البلد إلى هاي الدولتين المحتلتين. الناس لما شافوا هاي الفيديوهات علقوا على الموضوع، وكان أول تعليق ويانا أو تغريدة من عمار النعيم يقول ثورة تشرين ستكون مرتكزا لكل الأحداث السياسية والتقلبات الاجتماعية المقبلة، لا سيما أنها دحضت فكرة عجز المجتمع العراقي عن التغيير. هاشتاج موعد وطن. زهراء الحسن تقول لن ننسى الدماء التي سقطت في ساحات الاعتصام، تشرين عادت من جديد لأجل الوطن، لأجل الشهداء، لأجل الشعب، اجعلوا الساحات تشهد أن تشرين لن تموت. هاشتاج موعد وطن. أما علي يقول هاشتاج موعد وطن، تذكر بأن بلدك يمتلك رصيد مالي بقيمة 200 مليار دولار، لكن ليس هنالك كتب جديدة توزع في المدارس، ليس هنالك طرق صالحة للمشي، وليس هنالك مياه صالحة للشرب، وليس هنالك مستشفيات جديدة أو تخدم المواطنين، وليس هنالك أجهزة أمنية نزيهة ولا فرص عمل. هذه عوامل تساعدك على الثورة. وأسعد يقول يوم
11 هو موعد كل عراقي رافض لنظام المحاصصة ونظام الميليشيات والفصائل المسلحة الإطارية. يوم 11 هو انتفاضة عراقية خالصة ضد التبعيين والقتلة والميليشيات المدعومة من الخارج، هاشتاغ موعد وطن. إذا مشاهدينا الكرام كانت هاي التغريدات الأربعة اللي موجودة ويانا حول قضية ثورة تشرين واستعداداتها لإحياء الذكرى الثالثة في الأول من الشهر المقبل. أبو عمر من بغداد، حياك الله يا أبو عمر. حياكم الله وإن شاء الله دومكم إن شاء الله خير تتواصلون معنا. حياك الله يا غالي. حياك الله. إي إذا شوف أستاذ أبدا استعد موضوع مع ذكرى ثورة تشرين. نعم. إي حياك الله حياك الله. تفضل. زيك ويحفظكم الله وإن شاء الله دومكم إن شاء الله خير تتواصلون معنا. حياك الله يا غالي تفضل. حياك الله. إي إذا شوف أستاذ أبدا استعد موضوع مع ذكرى ثورة تشرين. إي حياك الله حياك الله. زيك ويحفظكم الله وان شاء الله دومكم ان شاء الله. ابو عمر جاي تسمعني لو لا؟ حياك الله. اي اذا شوف استاذ ابدا استعد. ابو عمر اكو مشكله بالصوت يمك او بالاتصال يمك، الصوت دا يردد نفسه اكثر من مره، اعتذر منك، اتمنى ترجع لنا اذا عندك شيء تريد تشارك به بالموضوع. حياك الله مره ثانيه. مشاهدينا الكرام قضيه التجاوزات والممارسات مال ميليشيا الحشد وانتهاكات الاجهزه الحكوميه هواي حكينا عليها ومستمره وما جاي تنتهي. مقطع مصور اظهر اطلاق نار عشوائي بكورنيش البصره من قبل منتسبين في لواء المنتظر التابع لميليشيا الحشد بقيادة المدعو داغر الموسوي أثناء تجوالهم في زوارق مزودة بالأسلحة بشط العرب بمشهد يبين حجم تغول هاي الميليشيات وعدم اكتراثها بأرواح المواطنين. خلونا نشوف. ممنون سيد داغر من الهور ما تنضم حاجية سعيو تشفر قاطع فيا مثل الشمس ما حد يضم ضيا من شم اخباره شبعت الرية يا لواء المنتظر مشكورة ديكم اصقر وجناح النصر لايق عليكم يا لواء المنتظر. انتم لاحظين كل واحد قاموا يغنوا له اغنيه وكل واحد طلع اسمه قاموا يغنوا له اغنيه، ومن هو هذا داغر الموسوي؟ والله صدق. اذا عفنا قضيه اطلاق الرصاص الحي ابو عمر من بغداد حياك الله يا ابو عمر. صوت العاد غير عيب. حياك الله. يلا يلا يلا. سلمك ربي. أبو عمر. شكرا لك أبو عمر. أبو عمر ما داي يسمعني. إذا عفنا قضية أبو عفوا داغر الموسوي ورمي أو إطلاق الرصاص الحي من قبل الميليشيات المسلحة في البصرة، عندنا فيديو آخر مثل ما تشوفوه الآن وراي تفاعل مغردين عراقيين مع قضية قيام بلوغر مشهورة بتعذيب سيدة وحبسها بمساددة عدد من الضباط وفقا لمصادر محلية. القصة بدت بسبب فيديو ما يتجاوز مدة الفيديو 30 ثانية صور داخل مطعم، انتشر هذا الفيديو كالنار في الهشيم، أكل الأخضر واليابس. تضمن الفيديو حديث عن الفساد بمراكز التجميل وتعيين أطباء بلا شهادات. قامت على إثر هذه البلوغر هي والضباط اللي وياها بحبس السيدة اللي صورت المقطع بطلب من مدير المطعم لنشر الفيديو على الصفحة الخاصة بالمطعم في مواقع التواصل الاجتماعي بمساندة عدد من الضباط حسب ما أكد المدونون. وانتشر فيديو آخر أظهر حبس سيدات عاملات بالمطعم غير الويانة ومصادر أجهزتهم بعد انتشار الفضيحة والتحقيق معهم في كيفية انتشار المقطع الأول ما زاد من حدة التفاعل والجدل. خلونا نتابع. أنا وياه اللي جزده فيديو وياه ما متعاونة وياه يا تبعه جزده فيديوهات على ما ست همسة يلا عادي صورها. وين الفيديوهات اللي أنا جازتها؟ أنا ما متعاونة وياه. فيديو أنت قلت لي صوري وانشري زين ونشرته في حبوش. شو أسوي له؟
براء ما دام هو جاوبك وقال انه علم جاوب على فيديو ما شغله ترى صوته كلش عالي يعني ما توقع صوتك قد عالي انت من اليوم عدوه واسمع دا اقول لك ترى اني همسه ماجد ما خاف الوقفه من الغباشي بباب المركز مال الشرطه وراي ظهور مو ظهر واحد وراي اخوالي كلهم مخابرات وراي ميليشيات سجلي الفويس هذا كل الزين مثل ما لاحظتوا بالبدايه هي قالت لي ابو المطعم انت قلت لي صوري ونشرين بس عوفوا ابو المطعم وعوفوا الضابط اللي يحقق ويا البنات ركزوا لي بهاي تقول انا عندي ناس بالمخابرات وميليشيات يعني هي دا تقول اكو ميليشيات اللي جماعه الميليشيات يزعلون لما نقول ميليشيات هي دا تقول بس اريد اسال سؤال شو الضباط اليوم يا هي الرايحه والجايه يوقف وراها ليش رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على هذا الموضوع تحت وسم محاسبه همسه وضباطها الخمسه حسين الباهظ على تويتر غرد على الادعاء العام أن يتدخل فورا لإنهاء هذه المهازل التي تحدث ويرتكبها ضباط بحق العراقيين وكان البلد وكأن البلد غاب هاشتاغ محاسبة همسة وضباطها الخمسة حسين وزارة الداخلية بأي بلد محترم ما راح تعدي أي تفصيلة بسيطة تضرب سمعتها بس عدنا ضباطها تطبق ويا المجرمين هاشتاغ محاسبة همسة وضباطها الخمسة دكتور رغد بأي عالم عايشين حتى وحدة فقط لأنها بلوغر تعتدي على بنت يتيمة تأخذها وتحبسها قسرا وتعذبها وفوقها تنشر الجريمة بالستوري الخاص بها أمام أكثر من 2 مليون متابع هاشتاغ محاسبة همسة وضباطها الخمسة أما محمد إبراهيم يقول يوم بعد يوم تبهرنا وزارة الداخلية بانحطاط منتسبيها وضباطها شرطي مغتصب ضابط مبتز شرطي قاتل منتسب متحرج ضابط همجي هاي الوزارة صارت بؤرة لازم تنحل لازم تنعاد هيكلة الشرطة وبالأخص الاتحادية هاشتاغ محاسبة همسة وضباطها الخمسة إذا مشاهدينا الكرام كانت هاي التعليقات حول قضية الشرطة اللي قاعدين يرمون أو عفوا منتسبي الميليشيا اللي قاعدين يرمون بشط العرب بقارب من المفترض أنه تابع للدولة والسلاح من المفترض تابع للدولة بس ما علينا وتعليقات على الهاشتاغ اللي ذكرنا لكم سبب بلوكر فيديو نشر لها شلون تصورون ينشرون ويحققون ويا عمال المطعم ضباط خمسة ويحبسون بي أبو أحمد من بريطانيا حياك الله رام حيك تحياتي لك وإلى قناة الرافدين حياك الله المشكلة هم دولة أصلا لو شوف تاريخهم يعني بديت البرنامج عاول حزب الدعوة العميد تدري انه سنة 98 نعم كان هناك مشروع يسمى مشروع مارتن اندك نعم هو السفير اليهودي الامريكي لقلب نظام الحكم بالعراق اشترك به 5 احزاب نعم اللي هم معروف الكرديات 2 تحملني شوي بس تحملني شوي نعم تحملني شوي لان هذا المدخل حتى ادخل لك كان الموضوع مال نعم هو اللي هم الحزبين الكرديات والوفاق والشلبي ومجلس الأعلى المجلس الأعلى مو حزب كان هو كان مظلة للأحزاب الموجودة في إيران تدري أنه حزب الدعوة بات إيدين وجدين حتى يدخل بمشروع مارتن أندت سنة 98 اللي هم خصصوا مبلغ تقريبا 98 أو 100 مليون دولار لقلب نظام الحكم ما يسمى بقلب نظام الحكم في العراق أنا حضرت صحة وعافة إن شاء الله الله يسلمك أنا حضرت سنة 2002 مؤتمر المعارضة العراقية اللي سووا العشائر العراقية في فندق الجلاء في دمشق استغربت إنه هذول الناس ما جايين أصلا ما عندهم أي مشاريع ما بعد صدام مثلا هم يدعون يدون قلب نظام حكم صدام ما بعد صدام شو عندهم بالعراق ما عندهم أي مخطط ولا أي مشروع بالمحصلة النهائية ما يجري الآن في العراق هو نتاج سابق إنه ناس ما تمتلك خبرة أو هنكة أو بصيرة سياسية ولو بسيطة لتقديم خدمة للشعب العراقي أنت شوف التقييد 17 سنة من يبيهم قدم خدمة صحيحة لله للشعب بنوا مدرسة بنوا مستشفى بلقوا شارع مثل الأوادم وهذا نقرأ الحوادث اللي تصير الحوادث تصير كلها بسبب أنه ماكو تخطيط سليم ماكو وضع المال بالمكان المناسب المال يتفرج وأما على الميليشيات هو سبب بقائهم لأنه يعني ويد يعلم علم اليقين أنه الجيش ما ممكن في يوم الأيام يكون معاهم ولا الشرطة تكون معاهم فلذلك أسس ميليشيات هذه الميليشيات حتى في أي لحظة ولا شنو ميليشيا تطالع عمال داغر صعد زورق حربي هذا لازم يكون في الجيش ويكون عدة الميليشيا على أساس يكون عدة الميليشيا
احنا رضينا كلاشينكوف يشيل الميليشيا، هالمره يستخدم زورق ويستخدم دوسكه. نعم. شو ناقص الفوضى اللي واصل للعراق يعني؟ نعم. فلذلك انا ما اتامل يعني حتى استقاله الحلبوسي انا اعتبرها انه هي الحكومه ميته قبل ان تولد او ما تولد نهائيا، لانهم بين العمليه الجرجره ويردون يبقون الكاظمي، لان يعني الكاظمي بده يمشي بعض الامور اللي الله يستر شو هي. نعم. يعني الف شكر لك استاذ افل العزيز. شكرا لك اخ ابو احمد. محمد من امريكا حياك الله. الو السلام عليكم استاذ اسد، احيي قناه الرافدين البطل الشريف. حياك الله اخوي عزيز. عمرك هم الجيش وشرطه سفيرك محمد هم ولاهم ليره. نعم. سفيرك محمد كلهم ولاهم ليره، ليس للعراق. اكو شكو ضابط شريف دم صدام داوم لهم كتلوه الحشي كلهم كتلوهم، سفيرك الله دوله كلهم ولاهم ليران. نعم. سفيرك محمد اللي دمرون البلد، هم شخلوا البلد، هدموا هدم باق وقتل تهجير، شخلوا البلد رحمة الوالدين. نعم. ودرياب السجون ودراسه ماكو علم ماكو، كل شيء هم نهول البلد. وانا اعتب على لون اهل العمايل يبدو عندهم ساده قاعدين بكربله والنجف. وانا ليش عراقيين سفيرك محمد؟ ولا فرس العجم المجوس سفيرك الله، لا يقولوا لي ولا اسلام، ليش اسلام؟ ولا كفره. والله العظيم اليهود يشرف من عليهم. نعم. والله العظيم الله يهجم عليهم وعلى عوائلهم. احيي قناه الرافدين البطل. شكرا لك اخ محمد. ملفنا الرابع مشاهدينا الكرام نحكي به عن قطاع الصحة اللي يومية تطلع لنا ببلوى. أظهرت مقاطع مصورة الحال المزري لمستشفى النسائية في الديوانية مركز محافظة القادسية بظل انتشار مخلفات العمليات الجراحية. ركزوا وياي، انتشار مخلفات العمليات الجراحية بالمستشفى وعدم تنظيف صالات العمليات اللي من المفترض أن تكون أكثر مكان معقم، أكثر مكان نظيف، أكثر مكان لازم بدرجة التعقيم عالية جدا حتى ما يصير تلوث بعملية ولا الطبيب يتمرض ولا تنقل الأمراض إلى أي شخص أو امرأة. يعني نحكي عن المستشفى النسائية والطامة الكبرى، تجول القطط بمشهد يعكس حجم الإهمال الحكومي داخل المستشفيات العراقية. خلونا نشوف. نبقى بالقادسية اللي شفته واحدة من المستشفيات. يعني أرد أسأل سؤال، مصطفى الكاظمي ولا نور المالكي ولا أي واحد من هاي الشلة اللي قاعدة تحكم بالعراق واللي جاي يتعاركون على كرسي رئاسة الوزراء ولا الصدر بنفسه ولا أي واحد يقبل بنته أو زوجته أو أخته تدخل لهاي المستشفى؟ أرد أسأل أي واحد من العملية السياسية، أنتوا عشتوا برا، شفتوا هذا الحال اللي نقلته للعراق من 2003 لحد هاي السنة؟ 20 سنة بس تشوفون ايش سويتوا بالبلد. نبقى بالمحافظة ومن المستشفى النسائية إلى مستشفى الديوانية التعليمي. أظهرت صور إجراء الطاقم الطبي عملية جراحية تحت أنوار هواتفهم الشخصية بمشهد كارثي للواقع الصحي بسبب عجز الحكومات المتعاقبة طوال 20 سنة عن توفير الكهرباء حتى للمستشفيات. خلونا نشوف. مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام دكتورة ودائر مدائرها ممرضين، والممرضين شايلين تليفوناتهم الخلوية وفاتحين الفلاش مال التليفون وقاعدين يناورون لي الدكتورة المكان حتى تسوي العملية مالتها. صورة ثانية تبين العملية أو الدكتورة وهي تجري عملياتها تحت إنارة هواتف المحمولة. هاي صورة ثالثة. بالله إذا خلص الشحن مال الموبايل شو يصير؟ يعني خلونا نسأل هذا السؤال. وإذا خلص شلون يشحنوه بهاي المستشفى؟
لانه يحتاجوه بالعمليات، يعني تعرفون هاي الاجهزه اللي فوقها اللي من المفترض بها اناره ما لها شغل، فيحتاجون شحن الموبايل. فهذا السؤال اتمنى وزاره الصحه تصرف تشارج خارجي حتى يشحنون به. اريد اسال سؤال، هي دا تسوي عمليه، كنا نعرف كل العالم تعرف انه اي غرفه عمليات بها اجهزه، بها اجهزه تنفس صناعي، بها اجهزه فحص دقات القلب، بها اجهزه فحص الشرايين، بها اجهزه متابعه المريض، يعني الاجهزه الحيويه للمريض. هذن الاجهزه شلون دا يشتغلن بهاي المستشفى وهم دا يسوون عمليه والكهرباء مقطوعه؟ الناس لما شافت هاي الصور علقت، وجبنا لكم تعليقات من منصة فيسبوك. مصطفى شاكر يقول صحة الديوانية الفساد اللي بيها عابر الحدود. أما السيد حسين خليل القصير يقول مع الأسف الشديد حياة الناس رخيصة عند المسؤولين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما عدنان حميد السوداني هسه يقولون الجيزر والمدافع الكهربائية هي السبب في نقص الكهرباء في الشتاء. زين ما احنا بعدنا ما طبينا بالشتاء، راح نطب. أما أبو رافد الأنباري يقول وزارة الكهرباء سوف يقفون وزرائها طويلا أمام الله لما اقترفوه من حيفا بحق الشعب العراقي. مشاهدينا الكرام، المشكلة المشكلة والطامة الكبرى اللي تصير بالعراق يعني وحدة أكبر من اللخ، وحلقة عن حلقة نطلع مشاكل بالعراق. ناصر من النجف ويانا، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك أخي الكريم ولكافة الأخوة. حياك وبياك يا غالي. الله يحفظك. الحقيقة دخلت يعني متأخرا حياك بأي وقت. الله يحفظك. الحقيقة يعني الأوضاع في العراق من أسوأ إلى أسوأ، لأن لا يوجد شخص مسؤول في المنطقة الخضراء أو غيرها يعني يعمل لصالح العراق، وإنما كل يعمل لمصلحته، إن كان في المؤسسات مؤسسات الدولة أو غيرها. لأن المشكلة مشكلة الدستور، دستور بول بريمر والمحاصصة، وكل واحد يعني كأنما إذا وضع في مكان أصبح ذاك المكان ملكا له ولأهله. نعم. فلا يهمهم. أخي أنت تفضلت فيما يتعلق بالميدان الطبي والمجال الطبي وسوء الإدارة وغيرها، لأن هذا ما يهمهم أرواح العراقيين، ما يهمهم إذا يقتلون الناس مباشر على الهواء مباشر، فيهمهم المستشفيات، ما يهمهم أخي. نعم. أفل. هذه مشكلة في وهذه هي يعني بداية النهاية أعتقد لهؤلاء. من استقالة، قال هنالك استقالة لرئيس البرلمان، وأنا أقول وجوده وعدمه سيان. وتتوقع يعني سؤال، من تتوقع راح يجيب مكانه؟ أكو ناس يقولون هاي محاولة حتى يعيدون الثقة به مرة ثانية وينتخبوه مرة ثالثة رئيس لمجلس النواب. والله يا أخي أمل بن أفل، عفوا، المشهد السياسي في العراق يعني غامض نوعا ما. وهم تعرف على شنو يعني على شنو ارتكزوا بهذا التحليل؟ يقول لك ما سواه سليم الجبوري قبله، سليم الجبوري صارت عليه قضيه ورفعت عنه الحصانه، راح قدم استقاله من رئاسه مجلس النواب وطلع براءه من القضيه مالته، وفجاه رجع رئيس مجلس النواب مره ثانيه. فيقول لك استقاله محمد الحلبوسي اليوم هذا شيء شكلي، هذا شيء حتى يبين للناس انه اكو مقبوليه داخل مجلس النواب ويرجع لنا مره ثانية أو مرة ثالثة رئيس مجلس نواب. ممكن ممكن يعني حتى الإطار ويسمى بإطار التنسيق وما أعلم عن ائتلاف جديد، ائتلاف الإدارة، إدارة الدولة، إدارة نعم الدولة وكذا، وهذا كلها هاي بالونات اختبار خيافل معروفة. هؤلاء يعرفون جيدا أن المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة لا تريد أحد منهم يبقى في مكانه. الامور وصلت، وخصوصا يعني من خلال الحراك الشعبي والمظاهرات في ايران وضعهم، لذلك تم اعطاء تنازلات كبيره جدا الان من قبل اطار عن ما صرح به المجرم قيس الخزعلي بانه يقبل بكل ما يريده التيار الى اخره. طيب اخ ناصر، وين راحت مطالب الناس؟
وين ما راحت مطالب ثوار تشرين؟ يعني ثوار تشرين أعلنوا أنهم ما يردون واحد يشترك بالعملية السياسية من 2003 لحد الانتخابات المباشرة، وما يردون واحد عنده ميليشيا، بمعنى الإطار التنسيقي كله ميليشيات. نعم نعم، الدولة دولة الميليشيات معروفة، لذلك يصر العراقيون في تشرين أو غير ثوار تشرين أنه أن لا يبقى أحد في هذا، يعني أن انتهى الأمر بالنسبة لنا، يعني لا نريد أحد من هذه الوجوه الكاحلة أن تستمر في يعني 20 سنة سرقة وقتل وتدمير، يعني المفروض أن يحس هؤلاء، لا يوجد ذرة غيرة ومسؤولية في ضمير عند طيب. هؤلاء أبدا. أخ ناصر، كمواطن نجفي تقدر تنقل لنا نظرة الشارع اليوم بالنجف إلى ما يحصل بالعملية السياسية، وشون راح يستقبل مثلا إذا شكلوا حكومة الإطار وصاروا مثلا رئاسة وزراء لهم، أو رجع نور المالكي أو واحد من أتباع لرئاسة الوزراء؟ مستحيل أخي أفل، الشارع النجفي أو في كربلاء أو في هي التشرين من رحم الوسط والجنوب يعني ظهرت وخرجت، بالعكس هنالك موجودة يعني تذمر شعبي كبير في النجف وغير النجف من هؤلاء، يعني صورتهم انتهت في عند الشارع في كل مكان. لذلك هم يعني كانوا معولين، حتى إيران معولة على الحاضنة إذا يسموها، خلنا نقول يعني ليس طائفية، الحاضنة الشيعية هي انقلبت عليهم، بل هم يقتلون الآن أخوتنا العراقيين إن كان شيعي أو سني أو كردي، ما يهمهم، المهم هم كراسيهم ومصلحتهم وليس مصلحة العراق. نعم. شكرا لك أخ ناصر. مشاهدينا الكرام، يعني إذا نريد نكمل على مشاكل العراق، فلما نتابع إلى الحلبوسي وتقديم استقالته، أنا أريد أسأل الشارع العراقي، شنو اللي قدمه الحلبوسي للمواطن؟ شنو اللي قدمه الحلبوسي إلى محافظته أولا، وإلى البلد بشكل عام كونه رئيس مجلس النواب اللي هي رئيس السلطة التشريعية وأحد الرئاسات الثلاث؟ شنو اللي قدمه للشعب العراقي من مشاريع، من استثمارات، من تحسين الواقع المعيشي، من تحسين الواقع الاقتصادي، من تحسين القوانين تجاه حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة وأي حق من حقوق العراقيين المسلوبة من 2003 لليوم؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، لما يطلعوا لنا ميليشيا وقاعدين يغنوا لها وفرحانين بيها وناطية، قارب مثل ما ذكر أبو أحمد من بريطانيا، قارب تابع للدولة العراقية ومشتري العراقيين بفلوسهم ويرمون الطلقات بشكل عشوائي بهاي الصورة، من رايح حاسبهم؟ فالح الفياض اللي طلع حفيده قبل كم يوم يطلق الرصاص الحي هيجي هدد، لو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اللي هم هددوا انه يقصون اذانه، لما نباوع القضية تجاوزاتهم ايضا ونشوف وحدة بلوغر تمشي ضباط وتخلي الضباط يحبسون ناس ويحققون اياهم بدون امر قضائي، شنو قيمة وزارة الداخلية ووزير الداخلية؟ لما نشوف عندنا بالعراق ناس تريد الثور، ناس تريد بلد وعدهم هاشتاج موعد وطن، ونشوف هاي التجاوزات، يا كفة ترجح. هاي كلها أسئلة دا وجه لكم. ولما نشوف حال المستشفيات اللي غرفة العمليات اللي هي المفروض أكثر مكان موجود داخل المستشفى معقم ومغلق وما حد يقدر يفوت له ونظيف، لأنه أرد أسأل مسؤولين المحافظة، محافظة القادسية ونوابهم، ترضون واحدة من أهل بيتكم تروح لهاي المستشفى النسائية اللي بيها مخلفات عمليات داخل غرفة عمليات، اللي مسؤولة مستشفى النسائية عن توليد النساء اللي راح يجون بها أطفالنا، وهذا الحال ينقل أمراض إلى الأم والطفل، وتقبلون تروحون بمستشفى تسوون عملية تتبنج وراها تكتشف أن العملية مثل ما شفنا بالفيديو الأخير أو بالصور الأخيرة، الممرضين لازمين تليفوناتهم ووحدة جاي تشتغل، منو يساعدها؟ منو يعطيها العدد؟ منو يعطيها الشاش؟ منو يعطيها الخيط؟ منو يعطيها الأبرة؟ منو يعطيها المعدات إذا هم لازمين لها التليفونات؟ نروح إلى فقرة هاشتاج أعرب مغردون على منصة تويتر،
ومدونين على مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق عن مساندتهم للحراك الثوري بإيران ومساعي الشعب الإيراني الرافضة لحكم ولاية الفقيه وللمرشد علي خامنئي، وأعربوا عن مساندتهم لهم على وسم أحرار العراق مع أحرار إيران في ظل القمع الذي يواجهونه منذ نحو 10 أيام على يد الحرس الثوري الإيراني وقوات البسيج. خلونا نستعرض سوى عدد من التغريدات على هذا الوسم اللي هو وسم هاشتاغ أحرار العراق مع أحرار إيران. محمد: عاش الشعب الإيراني الحر واللعنة على خامنئي ودولته الفاسدة. أما أحمد: الولائيون العراقيون يدافعون عن حكومة إيران أكثر من الإيرانيين أنفسهم، هاشتاغ أحرار العراق مع أحرار إيران. هادي علي: العدو واحد في العراق وإيران، أحرار العراق مع أحرار إيران. وتغريدة عمر عدنان: دماؤنا ودماء أحرار إيران هي طريق معبد للحرية، هاشتاغ أحرار العراق مع أحرار إيران. أرجع أذكركم مشاهدينا الكرام هذا الوسم اللي صدر ترند العراق اليوم اللي هو هاشتاغ أحرار العراق مع أحرار إيران، اللي هو تعبير عن مساندة العراقيين لإخوانهم الإيرانيين في رفضهم لنظام ولي الفقيه والنظام اللي دي بيد الشعب الإيراني هناك. المواضيع اللي ويانا، أول موضوع شفنا به وثيقتين، الوثيقة الأولى اللي هي تقديم محمد حلبوس استقالته لرئاسة مجلس النواب وطلبه من المجلس أن يصوت على الاستقالة يوم الأربعاء المقبل. الوثيقة الثانية اللي هو الإطار التنسيقي أعلن عن تشكيل تحالف جديد اسمه إدارة الدولة، هو وقوى سنية وكردية. الملف الثاني اللي كان موجود ويانا بالحلقة هو استعدادات الثوار في العراق بشكل عام. شفتوا بغداد الثوار دا يستعدون للذكرى الثالثة لثورة تشرين ب11 الجاي، وشفتوا السلطات شلون غلقت المناطق المنطقة الخضراء ونشرت الصبات الكونكريتية حتى يقطعون أوصال العاصمة العراقية بغداد خوفا من أن الشعب يقتحم المنطقة الخضراء. السؤال هنا، الإطار التنسيقي هدد أنه راح يسوي تظاهرة على أبواب المنطقة الخضراء، ومقتدى الصدر والتيار الصدري وجماعته هددوا قبل ما يطبون المنطقة الخضراء أن هم راح يروحون المنطقة الخضراء. ما شفنا أي تحرك حكومي تجاههم. اليوم الثوار يعني الشعب، يعني الشباب، يعني الشباب الواعي اللي دا يطالب ببلد، اللي دا يطالب بوطن، اللي دا يطالب بإخراج المحتل، لما أعلن أنه هو دا يستعد حتى يستذكر الذكرى الثالثة لثورة تشرين نشروا صبات كونكريتية. ليش تحركوا أمام الثوار وما تحركوا لا أمام الإطار ولا أمام التيار الصدري؟ الإطار اللي قصف بيت مصطفى الكاظمي ما حد حكى وياه، الإطار اللي شايل سلاحه ويرمي بشط العرب ما حد يحكي وياه، ميليشيا الحشد اللي عايثة بالأرض الفساد ما حد يحكي وياها، بس ثوار دي يستعدون لذكرى 11 أو لذكرى تشرين الثالثة نشروا صبات كونكريتية وحصنوا المنطقة الخضراء خوفا من عندهم. يا ترى ليش؟ هذا سؤال مهم أريدكم تفكرون به. ملف الثالث شفنا به فيديوهات اثنين. الفيديو الأول اللي هو قارب عسكري في شط العرب، واحد اسمه داغر الموسوي مسوي لواء جديد، مدري لواء قديم، دا يغنوا له أغنية وعلم الحشد الشعبي على القارب، ودا يطلقون الرصاص الحي من رشاشة في مؤخرة القارب ودوشكة بالمقدمة مال القارب، وهذا تجاوز طبعا. الفيديو الثاني شفتوا به بلوغر جايبه 5 ضباط، وكان هو هذا الهاشتاغ محاسبة البلوغر، والضباط الخمسة اللي وياها حابسين بنات 2 عاملات وراها حبسوا سيدة بالمطعم بسبب نشر فيديو لمقطع يتكلم عن الفساد داخل المراكز الطبية، مراكز التجميل تحديدا، وتعيين الأطباء بدون شهادة اللي هاي عليها تحتها 1000 خط، لأنه هو هذا الشيء أدي إلى قتل الناس. مهم، الفيديو الرابع أو الموضوع الرابع اللي هو الواقع الصحي المزري لمستشفيات العراق، وشفنا به فيديوهات 2. الفيديو الأول دي
مستشفى النسائية في الديوانية بمحافظة القادسية، وشفتوا به الحال اللي وصلت إلى المستشفى، يعني القطط دا تفتر أو البزازين دا تفتر داخل المستشفى براحتها وطابة طالعة وما حد يحكي وياها، انتشار المخلفات العمليات الجراحية، انتشار مخلفات العمليات الجراحية اللي ما يفهمها شاش دم عذرا قاذورات معدات طبية مستخدمة بالعمليات الجراحية السابقة، من المفترض أن تعقم هاي المعدات، ممكن جفوف، ممكن ملابس، ممكن أي وساخة داخل غرفة العمليات، روحوا دوروا وراها وأقروا، روحوا دوروا وراها وأقروا. أكو تقرير النشر على مواقع التواصل الاجتماعي إنه ليش الأطباء يغسلون إيدهم يعقموها ويلبسون جفوف، خاصة الأطباء اللي مسؤولين عن توليد النساء، لأنه اكتشفوا سابقا اللي ما يلبس جفوف ممكن أن يكون ميكروب صغير ناقلة من برا غرفة عمليات إلى داخل غرفة عمليات يؤدي إلى وفاة المريضة أو الأم الحامل، فما بالك بغرفة عمليات بها قاذورات ومخلفات عمليات جراحية سابقة وقطط تفتر وراها صورة إلى أو مجموعة صور إلى مستشفى الدكتورة أو الدكتور قاعد يسوي عملية جراحية إلى مريض أو مريضة، بس ماكو إنارة لأن الكهرباء مقطوعة، ففاتحين التليفونات بالخلويات وقاعد الطبيب دا يشتغل براحته. بس أنا همين عندي سؤال هنا، الأجهزة المرافقة إلى غرفة عمليات شون دا تشتغل؟ فالسؤال الأخير اللي أريد أوجهه، ما راح أوجهه للشعب، السؤال الأخير خاصة بحال المستشفيات اليومية دا نطلع بي فيديوهات، أريد أنشر أو أريد أسأل المسؤولين العراقيين خاصة بوزارة الكهرباء، أنتوا تقبلون هذا الحال على نفسكم أو لا؟ عندي واتساب وصلني يقول مقتدى الصدر لما دخل للبرلمان كان متعمد يطرد السنة والحشد الشعبي، هو جزء من المشروع التخريبي بالعراق، وأشكركم. مشاهدينا الكرام نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله، تابعونا، في أمان الله.